إزاي الإنسان يغلب أفكاره الشريرة حتى في الصلاة؟ حرب الأفكار حرب مرة، وكل الناس بتتحارب من أفكار، والأفكار أنواع. يعني ممكن يجي فكر شك، تبقى بتصلي يجي لك فكر شك، وفي ربنا، وهو ربنا يسوع هو ربنا، وهي العذراء فعلا سمعاني، وهو الكنيسة مظبوطة، وأفكار كل حاجة. ممكن يجي لك فكر غضب، تبقى واقف تصلي ازاي فلان قال لي كده، وتقعد تسرح في الغضب. ممكن يجي لك فكر طمع، تبقى بتصلي ومخك يروح نفسي اجيب العربية الفلانية، ونفسي اجيب السويرة الفلانية. ممكن يجي لك فكر شهوة، تبقى بتصلي ويجي لك صور وحش. ممكن يجي لك فكر انتقام، تعمل وتسوي. فكر يعني مادي، حاجة، فكر في الأكل. ممكن واحد هو بيصلي عمال يفكر بعد ما يصلي هياكل ايه، فهو عمال يقول مزامير بس اللي في دماغه اللحمة والفاكهة والبتاع، بس هو بيقرأ المزمور. كل دي أفكار. شوفوا الشيطان جبان، بمعنى ايه؟ لو شديت عليه يجري منك، لكن لو انت خفت منه يجيبك. فانت صد مع الشيطان على طول، اول ما تسرح قول له يا رب يسوع ارحمني، اسم ربنا يسوع يفزع الشيطان. وكمان السجود، لان المطانية تخلي الشيطان يخاف، لان التواضع يحرق الشياطين. فلما يجي لك فكر وتعمل مطانية، يا رب ارحمني وغير دماغي، تلاقي الشيطان يهرب. رشم الصليب يفزع الشيطان. يبقى لما تقول اسم ربنا يسوع وترشم الصليب وتعمل مطانية، تلاقي افكارك اتعدلت. وركز بقى في اللي بتعمله، وما تيأسش. حتى لو جالك فكر تاني قاوم تاني، فكر تالت قاوم تالت، لأنه إن سقطت أقوم. فيبقى الواحد بيغلب مش بيتغلب. كل ما الشيطان يهزك هزه تاني، لأن ربنا يسوع وعدنا أعطيكم سلطان على الحيات والعقارب ولا يضركم شيء. فما تنزعجش حتى لو سرحت. في واحد بقى يقول لي أنا مش هصلي عشان ما أفكرش أفكار وحش، يبقى مين اللي كسب؟ الشيطان طبعا، يبقى منعك من الصلاة. أنا برضه عاوز أقول لكم قاعدة قالوها القديسين مفيدة ومهمة تفهموها. يقولوا الشياطين يحاربونا في الصلاة بثلاث طرق. في الأول في شيطان العطلة، يعطل الصلاة. فتيجي تصلي يقول لك طب كمان شوية، طب بعد الفيلم، طب نتعشى الأول، طب خلص التليفون. يبقى هو بيعمل إيه؟ يأجل ويعطل، وغالبا بدل عطلك مش هتصلي. طلعت جدع وسكته وقمت تصلي، يجي الشيطان اخوه بقى، شيطان التشتيت، وانت بتصلي ياخد دماغك هنا وهنا في اي حاجه الا انك تصلي. طلعت جدع وقفت له وركزت، يجي الشيطان التالت اخوهم التالت، يسيبك تخلص صلاه ويجي يوشوشك، يقول لك ايه الشطاره دي؟ ايه ده انت بقيت قديس؟ ده انت صليت بتركيز؟ ده انت قربت تبقى انبا بشوي؟ عشان يعمل ايه؟ يسرق الصلاه. يبقى صلي براحتك وبعدين يسرقوها بالفكره دي. خليك ناصح، لا شيطان يعطلك، لا مش هتعطل، ولا شيطان يشتتك، لا هركز، ولا شيطان يسرقك، لا مش هتسرق. اقول له انا بعرف اصلي، ده ربنا اداني نعمه مره عرفت اصلي، وانا اللي بعرف، انا ما بعرفش، دي نعمه. فخليكوا ناصحين، لأنه قديس بولس يقول نحن لا نجهل أفكاره. يعني احنا عارفين الشياطين بيحاربونا ازاي، واحنا كل يوم بنقع، فاحنا مش أول مرة نفهم الشيطان برضه. عارفين الكذاب ده بيجيلنا ازاي، كذاب اسمه كذاب وأبو الكذاب، فيجي بكذبة يقول لك ايه، صلي لما تركز، دلوقتي انت مش مركز، نام ولما تصحى تصلي. طبعا عشان ايه؟ تنام وما تصحاش، أو تنام وتصحى وتنسى الصلاة. كذاب، خليك فاهم الكذب ده وما تصدقوش.